يا عمر، مع غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار الناس كلها زهقانة وتعبانة وبتشتكي، تقول لهم إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون الله، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني ما نتعبش وما نشيلش هم جوانا كده في نفسنا؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله. طيب الناس اللي بيقولوا احنا بندعي ربنا كتير قوي ومفيش استجابة، تقول لهم ايه؟ وإذا سألك عبادي داعي إذا دعان، الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هاني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله، الله عليك يا عمر. يبقى نختم بقى، وانت بينت للناس اللي عاوز ربنا يستجيب له يستجيب لربنا ويكون مؤمن بالله رب العالمين. دعاء منك كده ترتب على قلوب الأمة كلها، واحنا نأمن وراك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. آمين. ودرك الشقاء. آمين. وسوء القضاء. آمين. وشماتة الأعداء. آمين، آمين، آمين. ربنا يبارك فيك يا عم.